الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا يا جماعة رانا في قاعة الانتظار، والواحد منا هو في جهاد وفي صبر وهو في عبادة، لأن المؤمن مطالب بالصبر على ما أصابه. الله تبارك وتعالى قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ومن أعظم ما ينبغي علينا دوما أن نجدد صلتنا بربنا تبارك وتعالى، دائما نعلقوا قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، فهو الشافي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز الصحابة أو يحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على بعض الأذكار العظيمة التي تقال عند الألم. يعني مرة واحد صحابي عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكاله، قال: وأنا راني عندي واحد وجعة في الجسد تاعي. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ضع يدك على الذي تألم من جسدك. قال: جلدك على البلاصة اللي راهي توجع في كل جسد الجسد تاعك، وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات. قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحادث سبع مرات. نعاود: دير يدك على المكان، يعني مثلا أنت ربي عافينا كاميرا كامل مرضى، يعني والحمد لله ربي عافينا إن شاء الله ونسلكم منها إن شاء الله. دير يدك على المكان اللي عندك فيه الوجعة وراك موجوع وراك مضرور، وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات. وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحادث. نعاودها: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحادث. عاودوها معايا تفضل. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحادث. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحادث سبع مرات. يعني إحنا نقول هذا، نعم تكتبيها، نعم لا إن شاء الله. في أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحادث سبع مرات. نقول بسم الله بسم الله بسم الله، هذه سهلة. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحادث سبع مرات إلا أذهب الله عنك ما بك أو ما أصابك. إحنا يمكن الواحد يقولها ويقولها بيقين ويتيقن باللي ربي يرفع عنه الضر إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، ربي يرفع عنه الضر. نعاوده بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذر شحال مرة؟ سبع مرة. يعني بإذن الله تبارك وتعالى ربي يرفع علينا الضر. عثمان بن أبي العاص قال: فذهبت أو ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أصابني. قال: حتى أمرت أهلي ومن معي أن يفعلوها. يعني جربوها يا جماعة إن شاء الله بإذن الله، لما يكون سطر على الواحد يدير يده على المكان هذاك ويجيب هذا الذكر سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر إلا ربي يرفع علينا الضر. إن شاء الله ربي يشفينا ويعافينا، وإن شاء الله بإذن الله نخرج منها سالمين إن شاء الله غانمين ورانا في الأجر. وكاين زوج، يعني واحد مريض عنده الوسواس قال ربي يعافيه ويشفيه، وصانا مولي باش ندعوله. وكاين مخلوق هذيك ربي ان شاء الله يعافيها ويشفيها، دايما نجينا مضروره ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تخرج منها سالمه ان شاء الله. وربي يبارك فيكم ربي يسلمك، بارك الله.